غروب هوليودي يستلهم أفلام السينما الخيالية بل يتجاوزها، فلا أحد يمكنه تخيل قدرة ملعقة صدئة على حفر نفق بهذا الطول. حدث جلل استيقظت إسرائيل على وقعه وترك السجنين في حيرة. 6 فلسطينيين من العيار الثقيل ينجحون في الفرار من سجن جلبوع شديد التعقيد والحراسة بعدما حفروا نفقا على مدار أشهر. الأمر لا يصدق فعلا، كيف حفروا النفق وهم ممنوعون من إدخال حتى الملعقة إلى الزنزانة؟ بهذا التساؤل عبر مسؤول أمني إسرائيلي عن صدمته وهو يتحدث للإعلام الإسرائيلي عن خرق أمني وصف بأنه خطير ومحرج. 4 من الهاربين كانوا يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة، وعلى رأسهم الأسير البارز زكريا الزبيدي القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى في مدينة جنين. لكن كيف حدث هذا الهروب الكبير؟ مع تكشف الخيوط الأولى لعملية الفرار يتبين أنها نجحت بمزيج من التخطيط المحكم وقليل من الحظ الجيد، والأهم من ذلك كله التعاون والصبر والعزيمة التي لا تلين. الفارون 6 كانوا يتشاركون نفس الزنزانة هناك. حدثت الثغرة في الجناح رقم 2 الذي يقع قرب السياج الأمني للسجن. أشهر طويلة من الحفر أسفل المرحاض باستخدام ملعقة صدئة أخفوها خلف ملصق. امتد النفق عبر شبكة الصرف الصحي وصولا إلى حقول زراعية. اكتمل حفر النفق، أجريت كل الترتيبات، وبقي اختيار ساعة الصفر. الساعة تشير إلى 1 ليلا. هناك عدد قليل من الجنود، الحراس يحتفلون برأس السنة العبرية. مصلحة السجون تلقت رسالة تمويه بأن شغبا قد يندلع بأحد السجون، الظروف كلها مناسبة للتنفيذ. استغل الأسرى 6 نقطة ميتة لا ترصدها كاميرات المراقبة المثبتة على جدار السجن، ونجحوا في الوصول إلى آخر النفق حيث كانت في انتظارهم 6 سيارات نقلتهم مباشرة من المكان. نفذت العملية بنجاح، وبقي العديد من التساؤلات على طاولة المحققين الإسرائيليين. كيف أجرى الأسرى محادثات هاتفية؟ كيف حفروا النفق؟ وأين اختفى التراب؟ هي إذن صفعة أمنية للاحتلال كما وصفتها فصائل فلسطينية، وإن كانت حقيقية لا فيلما تلفزيونيا يمكن أن تكون بكل تأكيد فكرة ملهمة لسيناريو سيتسابق عليه. אני ראיתי כבר את הכיוון, אני רק אתן לו...